تعليقك بخصوص ميراج الموازين؟ وأعتقد أن المشكلة ماشي في المقاطعة أو عدم المقاطعة أو نجاح المقاطعة دي الموازين من عدمه. أعتقد أن المشكلة الأساسية هو أنه ماذا نربح وماذا ماذا نضيف إلى مجتمعنا من خلال إقامة هذه المهرجانات المسمات موازين، موازين أو ميازين. أعتقد أن هناك خطأ لغوي بعدا بين الفرق بين الموازين هو جمع ميزان اللي كنعبروا به، وكاين الميازين الموسيقية، هذا مشكل آخر. بالنسبة للوضع الحالي للبلاد وما تمر به البلاد من أزمات، خاصة على مستوى الأزمة الاقتصادية الخانقة، أعتقد أنه موازين ماشي محله الآن، وما عندنا من ندير به أصلا، سواء كنا في أزمة أو غير أزمة. ماذا سيضيف إلى ثقافتنا وإلى إشعاعنا وإلى حضارتنا؟ شنو غيضيف ليه في كل المجالات وفي كل القطاعات؟ أعتقد أننا بحال كنطبلوا في الماء وكنضيعوا الوقت، ميزانية تصرف بشكل فظيع، وملي كتسول المنظمين تقول لك هذه ماشي ميزانية الدولة. ماشي دار ميزانية في المغرب هذه، كيفاش ميزانية الدولة؟ زعما كنجيبوها من القطاع الخاص نحرقوها كي بغينا، نعطيو المغني 300 400 500 600 700 مليون مليار، علاش؟ علاش؟ في الوقت اللي البلاد البلاد في أزمة، البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. فبركة بركة بركة. علاش الخروف وصل لواحد الأثمنة خيالية؟ هاد المسائل خصها بحث في الموضوع باش نعرفوا علاش المواطن المغربي أو شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة ما ضحاوش هاد العام لسبب ما، يمكن نعرفوه من بعد، يمكن شي ناس ينكبوا على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي يحاولوا يلقوا لنا السبب علاش وصل ثمن الخروف لهذاك الثمن الخيالي جدا في الوقت اللي القوة الشرائية ديال المواطن غادا تنخفض أمام هول الزيادات في كل شيء، آخرها زيادة في قنينة الغاز وطبعا زيادات أخرى ما كان محس كيزيدوها بالليل، كنهضروا الصباح كنلقاو شي حاجة زادت، ودابا موازين كنهضروا عليها دابا غدا الصباح زيد شي حاجة بلا ما نشعروا، لأن دهاونا بموازين بمقاطعة لا ما كاينش مقاطعة لا زادوا لا كذا. أنا البارح أنا كنسكن سلا، والبارح الأصداء ديال الموازين بواحد الشكل فظيع في الدار لأنه قريب شوية للدار، وفي الوقت اللي كنسمع باللي كاين غير صف واحد في الموازين ما كاينش الناس ما كاينش جمهور. ولكن اعتقد ملي كان القصرين السلاوين غادي يهبطوا عند القصرين لانه قناوه، ولانه السلاوين تيبغيو قناوه وكيبغيو التراث. نعم. بخصوص شكون الفئه اللي كتشوف انا كتجي للموازين، الفئه اللي كتكون في نظري انا؟ كاين اولا على المستوى المنظور كاين الشباب، ولكن على المستوى الداخلي كاين الاغبياء هما اللي كيمشيو للموازين، كيمشيو الشباب لانه كيمشيو يشوفوا. ولكن كيف يعقل انني نمشي مثلا لمسرح محمد الخامس ونقطع ورقه ب 1000 درهم باش نشوف مكلتهم جايه بمونوغرام ولا ما عرف سميتو هذاك؟ ما عرف نمشي نصنت ليها في داري احسن ليا، ولا نشوفها في فيديو ولا نشوفها في يوتيوب ولا ما نعرف. الا رجعنا لشكون اللي كيمشي للمنصات ديال الموازين الان بناء على سؤالك، اعتقد انهم مجموعه الشباب اللي ما كيلقى ما يدير او اللي عنده فراغ فني، لأن ما كاينش فين يفجر داك الشيء اللي عنده، كيمشي يفجروا امام المنصات وفوق هادشي كله. وكاين الشباب الاخر او الناس الاخرين اللي لا علاقه لهم لا بالفن ولا بالابداع ولا بالثقافه ولا بالموسيقى ولا بغناء، ولكن كيخصو يمشي تما لان كاين الزحام، كاين الزحام خصو يمشي للزحام، يعني باش كيمشيو المنحرفين باش كيمشيو المتعاطين للمخدرات واللي هازين السيوفه واللي هازين كذا واللي. وهنا طبعا الحضور الامني ضروري خصو يكون لانه خصو يحمي الناس، فما يحمي الناس ويحمي الفنانين اللي كاينين اللي كنعرضوا عليهم. في كل الاحوال كيبقى في نظري انا كفاعل جمعوي ولا كفاعل ولا كاعلامي ولا اللي بغيتو، في نظري انا موازين لن تضيف شيئا للثقافه المغربيه وللفعل الثقافي والابداعي المغربي ولا حتى للدبلوماسيه المغربيه، اذا اعتبرنا أو يعتبر البعض على أن موازين كتصورها قنوات في الخارج والمغرب كيتشهر من خلالها وداكشي. أنا نمشي جمع الفنا يشهرني أحسن ما يشهرني موازين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.